اهلا بحضراتكم من جديد. احنا زي ما قلنا في الانترو ان ما بيفوتناش ابدا كبرنامج الابطال ان احنا نكرم كوادرنا الاداريه اللي حطت مصر في حته تانية. والحقيقه مش بس المنظومه لاعب فقط، ولكن على راس المنظومه الرياضيه بيبقى فيه اتحادات كل لعبه، والاتحاد اللي بينقل لعبته في حته تانية الحقيقه لازم يكرم ولازم نقف جنبه. ومش بس كده، حتى رئاسه الاتحاد الافريقي فهو حدث نقل المقر الاتحاد الافريقي لمصر تاني، واللي كان حلم كبير الاتحاد الافريقي للجمباز بعد ما كان في الجزائر بيتنقل لمصر. كل دي احلام الحقيقه اتحققت على ايدك يا دكتور. يعني احنا مش عندنا ما عندناش كلام نقدر نقوله غير متشكرين يا دكتور. انا مش عارف اقول لحضرتك يا المفاجاه الجميله، وده احلى تكريم بجد يعني، ومفاجئ من غير ما اعرف يعني. لا ده شرف ليا، وبجد يعني تكريم حضرتك والقناه ليا، والتكريم ده مش ليا لوحدي، ده الاتحاد المصري للجمباز وكل الزملاء في مجلس الاداره وكل الناس المنظومه كلها. بشكر حضرتك قوي قوي يعني. واحنا معلش بنقدم طبعا بوكيه ورد لحضرتك بلون النادي الاهلي اللون الاحمر. واستاذن حضرتك نقطع التورته مع بعض يا دكتور، وحضرتك تمسكها بايدك بقى من الجنب من هنا كده. اتفضل يا دكتور. ايوه جمباز بقى وما شاء الله. أيوة. البالانس عند حضرتك عالي. تمام، تسلم ايدك يا دكتور. تسلم ايدك والف مليون مبروك على الفوز برئاسه الاتحاد الافريقي. الله يبارك فيك. الف مليون مبروك تنظيم كاس العالم اللي فات بشكل مشرف. الف مليون مبروك استضافه مصر لكاس العالم القادم، وان شاء الله يبقى افتتاح يليق باسم مصر ان شاء الله باذن الله. الف مليون مبروك لعوده او مش لعوده لقدوم مقر الاتحاد الافريقي للجمباز في مصر. الله يبارك فيك. بشكرك يا دكتور. بشكر حضرتك وبشكر البرنامج والقناه وكل الساده المشاهدين. ان شاء الله اللي جاي احسن إن شاء الله. واقوى ان شاء الله. ان شاء الله نورتنا وشرفتنا. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. ربنا يخليك. متشكرين طبعا يا دكتور. متشكرين اعزائي المشاهدين. ده كان لقائنا النهارده مع الدكتور ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز المصري ورئيس الاتحاد الافريقي للجمباز وايضا عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، احد الكوادر الرياضيه المميزه اللي بيشتغل وبيجتهد عشان يرفع اسم مصر. بنشكركم على حسن المتابعه. انتظرونا في حلقات جديده مع الابطال وكوادر مش بس لعيبه ولكن كوادر في كل المجالات. بشكركم شكرا جزيلا.